اقترب من المئوية مع فريق نادي النصر في بطولة الدوري. جاب ياديني خذها أمام المرمى، يا سلام! الإيطالي يتقدم للعميد بأول أهداف المباراة. عميد اللاعبين يتقدم لعميد الأندية بأول أهداف المباراة. جابياديني حطها في المرمى وأعلن عن رابع أهدافه في بطولة الدوري. النجم الإيطالي المنتقل من سامدوريا والذي مثل نابولي واليوفي وأتلانتا الآن يتألق مع العميد. يبدو أنه وضع يده بشكل ذكي أمام حكم المباراة وأمام علاء الدين زهير في اللقطة الماضية. شوف هذه الخبرة، هذه تقول عنها الخبرة اللي خذلت علاء الدين زهير واللي نفعت جابياديني في اللقطة الماضية. العميد يتقدم الآن بأول أهداف المباراة. يا سلام، حطها جابياديني والوحداوية يحتجون وراحت بين القدمين وأعلنت عن تقدم. يبدو هذه زوجته وتحتفل بعلم الإمارات. والهدف سهدافة عمر خريبين متخصص وشامبي متخصص، كلاهما مميز. هل يعود الوحداوي للمباراة؟ خريبين من أجل المنافسة يا وحداوي، بيلعبها خريبين. كرته كانت أسرع، كانت أذكى، كانت أقوى. أعلنت عن عودة أصحاب السعادة للمباراة. عمر يطول من عمر الوحداوية في المباراة. خريبين يخرب انتصار النصر ويعلن الآن عن عودة الوحدة. 1-1 1-1. العنابي آخر 5 زيارات لاستاد المكتوم لم يخسر، انتصر في 3 وتعادل في مباراتين. عمر خريبين الآن وضعها، نعم ذهب شامبيل الاتجاه الصحيح لكنها كانت سريعة زاحفة إلى المرمى مباشرة. 1-1 1-1. الوحداوي الآن اللي تابع المباراة أو اللي حاضر في